السلام عليكم ومرحبا مشاهدينا الكرام. حلقتنا لهذا اليوم حلقة خاصة بإحدى بلديات محافظة بغداد. مثل ما تعرفون قبل حلقتين تم استضافة الأستاذ ياسر القريشي مدير بلديات بغداد اللي هي دائرة تابعة إلى محافظة بغداد، وتم التوافق مع الأستاذ ياسر مشكورا باستضافة الأخوة مدراء البلديات للوقوف على أهم المعوقات أو المشاكل الموجودة في هذه البلديات. حلقتنا اليوم راح تكون في بلدية اللطيفية. طبعا هذه المنطقة مهمة جدا كون هي بوابة من بغداد للدخول إلى محافظات الفرات الأوسط، وأيضا هي بوابة من الفرات الأوسط إلى بغداد. هذه المنطقة هي مترامية الأطراف، منطقة تغلب على ديموغرافيتها البساتين والزراعة، وأكيد هناك أماكن يقطن بها السكان. هاي المناطق والانفجار السكاني حتمت على الدولة والجهات المعنية ذات العلاقة أن تعمل بجهد مضاعف لتقديم الخدمات لتلك المناطق. يعني بدليل بغداد، بغداد كان عدد نسبة السكان كنت 3 ملايين قبل، أو أقل من 3 ملايين ما قبل 2003. الآن ما بعد 2003 وصل إلى عدد نسمات إلى 9 مليون. هذه يعني السنين والوضع الاقتصادي و ساعد على النمو السكاني. بالتالي النمو السكاني يحتاج إلى مضاعفة الخدمات، وهذا من حق المواطن العراقي أن يأخذ كل حقوقه، بالتالي عليه واجبات. هسه الواجبات هي أقل بالتأكيد من الحقوق. واجبات وحفظ الهوية العراقية، الدفاع عن العراق، بعض الأمور الخدمية، أن يكون المواطن جزء فاعل بمساعدة الدوائر الدولة. لكن على حكومة، أي حكومة تحكم في العراق، عليه خدمات تقدمها وواجبات تقدمها إلى المواطن العراقي، وهذا أبسط حقوقه. إحنا اليوم لسنا بالضد ولسنا معه، إحنا اليوم ناقلي الحديث من المسؤول أو من المواطن إلى المسؤول، ونحاول أن نضع بعض الحلول للسادة المسؤولين، عسى ولعل أن يأخذوا. ولو إحنا ما شاء الله المسؤول العراقي هسه كان برئاسة الجمهورية، برئاسة الوزراء، بالبرلمان، بغير دوائر، محافظين، تلقى آلاف من المستشارين. هل فعلا إن هي الاستشارة الحقيقية اللي تقدم؟ الله أعلم. على العموم اليوم مدينة أو بلدية اللطيفية عندنا مجموعة تساؤلات إلها، من يجيب عليها؟ بالتالي لابد أن يكون المسؤول الأول في هذه البلدية هو اللي يجاوب على كل أسئلتنا. اليوم استضافتنا ضيفنا العزيز على قناة الأيام الفضائية وفي برنامج بخدمتكم الأستاذ رئيس مهندسين الأستاذ إسماعيل لفت المعموري مدير بلدية اللطيف. حياك الله أستاذ إسماعيل، أهلا وسهلا بك وجيتك، ونشكرك على تلبية الدعوة. الله يحفظكم. الله يسلمك أستاذ إسماعيل. دائما إحنا خاصة المدراء البلديات تعرف هناك حدود إدارية وصلاحياتكم محددة في مكان معين، نحب نتعرف والمواطن يتعرف أيضا على حدودكم، حتى اللي مثلا عنده إشكالية ما يتجاوز حدود الإدارية مالتكم وعملكم. ما هي حدود الإدارية لمدينة اللطيفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلى على محمد. الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. حدودنا الإدارية أكو حدود ناحية اللطيفية وأكو حدود بلدية اللطيفية. حدود بلدية اللطيفية هي تبدأ من مجسر الحولي الى مجسر القامشلي. هاي بلديه اللطيفيه انه على تحوي على 5 احياء سكنيه ماهوله بالسكان وحي صناعي.
أما خارج هذا هو تابع إلى ناحية اللطيفية وليس بلدية اللطيفية. يعني مو من صلاحياتكم؟ لا من صلاحيات مدير ناحية. ليش هي مو البلدية اسمها اللطيفية؟ بالتأكيد البلدية الناحية جزء من البلدية. ناحية اللطيفية مساحتها تقارب 15,000 دونم. ناحية اللطيفية تمتد من الفرات غربا إلى الصويرة شرقا. ومن المحمودية إلى الحصوة، هاي ناحية لطيفية. أما حدود بيت لطيفية لا، حدود بيت لطيفية هي مدينة لطيفية الأحياء السكنية اللي مساحتها ما يقارب يعني ما يتجاوز 100 دونم. يعني أنا أقول احتمال يعني السريع محاذاة السريع اللطيفية هاي ناحية لطيفية واضحة. يعني هسه عندي صورة اكتملت يعني طريق بغداد بابل يعني حدودنا بش شرقا سكة القطار وغربا تقريبا يعني 5 كيلو أقل 5 كيلومتر جبل. يعني هسه دائما يسألون أنت كمدير بلدية صار لك كم سنة؟ أنا استلمت مديرية اللطيفية سنة 2020. نعم. يعني صار لك تقريبا ما يقارب 4 سنوات. تمام. إيش حققت؟ هسه ترى ما يزعل يعني. لا بالعكس أنا هذا السؤال. طبعا اللطيفية عانت ما عانت في ايام الايام السوداء اللي مر بها العراق العظيم ومن قتل وتهجير وتهجير واعمال طائفية. السمت البلدية عام 2020 لا يوجد اي حي سكني به تبليط. تم المباشرة 2021 بتبليط حي السلام اللي هو اكبر حي تقريبا في ناحية اللطيفية. اكمال بنى تحتيه مالته كانت كامله يعني بس التبليط كملنا التبليط مالته كملنا المقرص مالته بنسبه 100%. كملنا ب 2021 تبليط حي الزهور هاي بنفس السنه اللي انت اللي سمت بها اني كملنا تبليط حي الزهور بنسبه 100% من اعمال الاسفلت واعمال المقرنص واعمال تسليك وتنظيف المنهولات والمناسيب بنسبه 100%. تم المباشرة بأعمال بال 23 كمن تم إكمال حي 14 تموز بنسبة 100% أهم أعمال التبليط وأعمال المقرنص. هو طبعا كل لاحظة في محمودة المي والمجال بس التبليط ماكو كان من أنا سلمت يعني 3 أحياء بنسبة 100% تم إنجاز العمل 100%. حاليا عندنا حي الصناعي اللي هو الحي الصناعي يعني معامل صناعيه يحوي على معامل صناعيه تم تبليط بنسبه 100% وكمل انجازه اعمال تبليط الشوارع وكذلك اعمال المقرنص. الان حاليا قيد الانجاز عندي بقى حيين سكنيه هو حي الخضراء وحي القادسيه. حي الخضراء الطبقه الاولى من الاسفلت كملت وان شاء الله خلال ايام يكمل انجاز بنسبه 100%. نسبه الانجاز تقريبا هسه تتجاوز 85% وخلال ايام قليله يكمل نسبه انجازه 100%. حي القادسيه كذلك انحال وبالمراحل بنصف العمل يعني خلال شهرين ان شاء الله او 3 اشهر يتم انجاز حي القادسيه بنسبه 100%. وبهذا يكون بلديه لطيفيه يتم التبليط بها بنسبه 100% كل احياءها السكنيه. ما شاء الله جميل. يعني بما معنى يعني انا اقول موازنه 2020 و21 كانت متلكئة جدا ويمكن ما طلعت لكم موازنة. شلون بلطتوا شلون اشتغلتوا؟ لا هي الموافقات كانت حاصلة ب 2019 يعني اكو مبالغ مرصودة. اي نعم ب 2019 والسيد المحافظ بوقتها يعني اطلق المشاريع وتباعا كل سنة يطلق لنا مشروعين الان كملت المشاريعنا والحمد لله وشكر. اعتمادكم استاذ اسماعيل انت مع شركات خارجية لو انتم عندكم ادواتكم عندكم معاملكم لو شنو؟ لا هي عباره عن كشوفات تقوم باعدادها البلديه اللطيفيه ترفعها الى مديريه بلديات بغداد للمصادق عليها والاطلاع عليها وتحديد الاسعار وترفع من بلديات بغداد للمحافظه المصادق عليها ضمن لجان فنيه وهندسيه مختصه وكذلك وبعد ذلك يتم اعلانها بمناقصات علنيه وتحال الى شركات رصينه من قبل محافظه بغداد. يعني تندر منكم لو من المحافظه؟ الكشف يعد من قبلنا. بس الاموال من محافظه بغداد. نعم. شلون التعاون بالله هسه سابقا ولا يعني هسه حتى ما نتحدث عن المحافظ السابق او مجالس المحافظات السابقه الان ها
هل هناك تعاون مثلا ما بين المحافظ ومجالس المحافظات؟ رغم هوسه الفتره الزمنيه ليست بطويله، لكن هل هناك تعاون تلاحظون بانه اكو افق لتقديم الخدمات اكثر؟ استاذنا الفاضل، لا اذا ماكو تعاون ماكو اي عمل، اذا ماكو تعاون ماكو اي عمل. فهم مجلس محافظه والمحافظه هم فريق واحد، واحنا ادوات سواء مديريه بلديه بغداد او مؤسسات البلديه ضمن محافظه بغداد، احنا كنا ادوات وفريق واحد، والعمل احنا هل لحظه هاي نشوف التعاون موجود من كل دوائر خدميه، حتى الدوائر الوزارات البقيه اكيد انتم عندكم علاقات بالوزاره، لو كلها تجي عن طريق محافظه بغداد كاعمال مشتركه كل من محافظه بغداد فقط فقط فقط. يعني احنا مثلا الكهرباء تخص وزاره الكهرباء، محافظه بغداد ما لها دور بوزاره الكهرباء، يعني هذا من جيد. شلون مع التعاون مثل بعض الوزارات مثل وزاره الكهرباء، نفط، القوات الامنيه؟ والله على مستوى ناحيه اللطيفيه يعني كل الدوائر الخدميه الموجوده في ناحيه اللطيفيه متعاونه بشكل ايجابي وبشكل قوي جدا، واحنا هاي لمسناها خلال 4 سنوات لمسناها يعني باليد، تعاون موجود سواء من القوات الامنيه الماسكه الارض، سواء من الدوائر الخدميه اللي تخص المحافظه، سواء ماء دائره الماء او دائره المجاري او الدوائر التابعه لوزارات اخرى كوزاره الكهرباء او وزاره النفط او المستودعات النفطيه او الزراعه او التسجيل العقاري، اكو تعاون ما شاء الله كبير جدا في ناحيه اللطيفيه. ممتاز. راح نرجع على أغلبية يمكن المواطنين يتحدثون به توزيع قطع الأراضي، يعني يقول لك احنا موظفين او دور الشهداء، تعرف انت اكو نسب تتوزع نسب، هل هناك توزيع قطع أراضي في اللطيفية؟ هل هناك إشكاليات في عدم التوزيع؟ هاي اذا بدينا بانه اكو توزيع بس اكو مشاكل. احنا الحمد لله وشكر بلدية اللطيفية مميزة بفرز و قطعة عندنا قطعة تم إفرازها وتم حصول على يعني سنداتها، وتقريبا ما يقارب 1500 قطعة الوجبة الأولى، 1500 قطعة سكنية، والوجبة الثانية 1500 قطعة سكنية. رفعنا الخطة لبلديات بغداد، تمت مصادقتها خطة التوزيع على الفئات المشمولة. الوجبة الأولى رفعنا الخطه لمديريه بلديات بغداد، صادقتها رفعتها السيد المحافظ في طور المصادقه. المصادقه على خطه التوزيع، احنا يعني عندنا فئات كثيره مشموله، سواء يعني الشهداء، شهداء الحج الشعبي او ضحايا الارهاب او الموظفين او الجيش الابيض، هاي الفئات رفعنا خطه في طور المصادقة. من تصادق الخطة إن شاء الله يتم توزيع قطع أراضي، الوجبة الأولى 1500 قطعة سكنية والوجبة الثانية 1500 قطعة سكنية بعون الله تعالى. جيد. المصادقة هل يعني بالك يعني فترة محددة أو فد شيء يعني؟ لا إن شاء الله يعني خلال أيام إن شاء الله إن شاء الله يعني احتمال بعد زيارة الأربعينية يتم المصادقة عليها، ويمكن بعد 30 أو شهر أو شهرين يتم فرز لا توزيع كامل يعني فرز كامل فرز كامل فرز وحسب الجداول الموجوده عندكم. ايش قد المتقدمين عندكم؟ لا المتقدمين هواي، هي اكو مفاضله نسوي مفاضله، احنا عندنا 3000 قطعه سكنيه تقريبا، المتقدمين جاوزوا ال10000 كلهم ابناء اللطيفيه؟ لا كل ابناء اللطيفيه وخارج اللطيفيه، واي واحد مشمول سواء العسكري سواء وزاره الداخليه سواء احنا، بس احنا هاي راح صلاح مفاضله على شكل نقاط، اللي يستحق اكثر هو يدخل ضمن قرعه للحصول على قطعه سكنيه. قطعه ارض اللي هي 250 نعم لو بناء عمودي او لا قطعه ارض فارغه، قطعه سكنيه فارغه. زين انتم سلمتوا هاي القطعه الاراضي وصار فارزين صار توزيع قطع الاراضي. زين انتم راح تبنون بنى تحتيه لو تنتظرون المواطن اللي استلم قطعه ارض تبني بنى تحتيه؟ البنى التحتية أول ما هي أول مرحلة مرحلة المجاري، هاي بعد ما يتم البناء بعض البيوت تبني يعني تقوم ذات المجاري بعدها تصاميم وإحالة مشروع المجاري، وبعد إكمال أعمال المجاري وراها أعمال الماء، إيصال الماء وراء إيصال الماء والمجاري والكهرباء. إحنا من تكمل هاي البنى التحتية عندي كشوفات للتبليط، إحنا ما نقدر نشتغل إذا ما حي سكني كاملة البنى التحتية مالته. جيد. يعني انتم راح ما اعرف دخل بعملكم؟ لا بالعكس، يعني يصير بنسبه معينه مثل 80% سكن
المنطقة يالله تبدون خدمات لو شو احنا اخر البلدية اخر مرحلة بالخدمات بعد ما المجاري تصاميم وتباشر بالمشروع وتكمل المشروع وينتهي مشروع المجاري وينتهي مشروع المي والكهرباء ندخل بالتبليغ. لا واضحة بس المجاري يعني على حد علمي الحد 40% يعدون خطط 40% سكن سكن ها هو هذا نعم. نعم. 40% سكن نعم. يعني هسه انا مثلا استلمت قطعة الوحيد يمكن بالهذا شقد مثلا 50 دونم 40 دونم انا الوحيد ساكن زين من حق انا تجي خدمات يعني قطعة عرض وانا بنيتها لو تنتظرون هاي نسبة الأربعين هذا قصدي هي النسبة مو بالضرورة الالتزام بها يعني احنا يعني مديرة مجاري بغداد مشكورة عندنا أحياء سكنية ثلاثة أحياء سكنية غير مأهولة بالسكان تم إكمال أعمال مجاري بنسبة 100% مرات تعتمد على التخصيصات المالية المتوفرة إذا كانت التخصيصات المالية قليلة فهم يهتمون بالأحياء اللي بها سكن يعني إذا ممكن سكن 80% يفضلونها على 40% فبس من يكون فاض بالموازنة عندهم ممكن حي سكني غير مأهول ونسبة 0% سكن صح. اللي هسه احنا عندنا ثلاث أحياء سكنية غير مأهولة ما بيها سكن ما بيها بناء نهائيا كامل أعمال المجاري مالتها البنية التحتية كاملة فعلا فعلا احنا مقبلين مثل ما تعرف أستاذ إسماعيل على زيارة الأربعين على الإمام الحسين عليه السلام تعرف هي زيارة مليونية مثل ما يعني توقعوا أن يكون عدد الزوار يوصل إلى 25 مليون هذا العام فأنتم مهمتكم بغداد وما يعني يدور حول بغداد باتجاه اللطيفية تعرف الأعداد غير عادية شنو هيئتوا شنو وضعكم استعداداتكم عن العام الماضي أنا نعرف العام الماضي استعداداتكم كانت جيدة حسب ما وصل من الأخوة في بلدية بغداد الآن ما هي استعداداتكم لاستضافة أو تقديم الخدمات لهكذا أعداد مليونية في بلدية اللطيفية طبعا السنة تختلف هاي السنة اللي استعداداتنا لهاي السنة وأعمال قمنا بها وتقديم الخدمات كانت هاي السنة بإشراف مباشر من قبل دولة رئيس وزراء السيد محمد الشيع السوداني والكادر الهندسي متواجد بشكل يومي من مكتب رئيس الوزراء لمتابعة أعمال تقديم الخدمات تم إشراك مديرية بلدية اليوسفية ومديرية بلدية الرشيد بالإضافة إلى مديرية بلدية ناهي ومديرية بلدية الطيفية بتعديل وتسوية الشارع العام ابتداء من جسر الحولي وانتهاء إلى جسر الحص وجسر سكت القطار يعني نهاية حدود بلدية الطيفية مباشرة تم المباشرة بالعمل 20/7/2024 باستخدام الجهد الثقيل من آليات ثقيلة سواء شفلات أو جريدرات أو حوضيات وتم تعديل وتسوية أكتاف الشارع العام العمل مستمر كان في بعض أحيان شفتين شفت صباح وشفت مسائي وعمال تنظيف الجزر الوسطية ورفع كافة الأنقاض وإزالة المتجاوزين ورفع كافة المشوهات سواء الكتل الكونكريتية سواء الأشجار غير أو الأدغال الضارة سواء السكلات وتم إنجاز عمل يوم الخميس الماضي الحمد لله وشكر والعمل مستمر بتقديم الخدمات إلى انتهاء زيارة الأربعينية أحسنتم أكو توسعة بالشوارع عندكم صارت؟ محال شركة طريق بغداد بابل محال إلى شركة لتوسعة الطريق ابتداء من جسر الحصوة وصولا الى بغداد توسع به ومحال الى شركة وشركة حاليا كان عندها توقف مساحات فارغة هواية اي نعم كان عندها توقف بعض التوقف بسبب اعداد بعض التصاميم وهو يعني هاي المحافظة حولت العمل للطرق والجسور واوعدونا انه بعد زيارة يتم اكمال العمل اعمال التوسعة بالتالي هنا أنتم راح تكون عندكم جهود مضاعفة خاصة في عمال البلدية. نعم. يعني تعرف أنقاض ما أنقاض. هناك قطاعات لو لا. السنة يعني حسب الخطة الأمنية. الخطة الأمنية ماكو قطاعات يعني مثل ما تم إعلامنا ماكو قطاعات يبقى سايد واحد إلى السيارات يعني. ذهب وياب والسايد الثاني. للزوار والباقي الحسينية. وعندنا يعني اجتماع إن شاء الله الأسبوع القادم مع قائد الفرقة. والجهات الماسكة الأرض لوضع خطة مناسبة لحماية وتقديم أفضل خدمات إلى الزائرين العام الماضي قلت كنتم باليوم تحملون كم طن من النفايات
والله العمل مستمر على يعني تقريبا 24 ساعة، العمل مستمر 24 ساعة يعني بعض الكابسات يعني 6 طن اكو بعض 10 طن يعني والعمل مستمر 24 ساعة. رفضتكم المحافظة بسيارات؟ يتم توجيه بعض الدوائر الخدمية بالأخص ماء بغداد لتزويدنا بالحوضيات لتقديم الماء الصالح للشرب إلى مواكب الحسينية. موفقين إن شاء الله بعملكم. أستاذ إسماعيل، أكيد أكو هناك تجاوزات كل بلديات بغداد أو المحافظات أكو متجاوزين، نحكي التجاوز على يعني أماكن للدولة، يعني مو ما يعني منازل أو فتشي لكن خاصة بالدولة، هاي أكيد راح تعيقكم بالعمل. أكو عندكم باللطيفية تجاوزات؟ والله الحمد لله والشكر، إحنا أي تجاوز على الشارع العام لعارض عمل تبليط تم إزالته بنسبة للأحياء اللي كمية تبليطها بنسبة 100%. والأحياء اللي قيد إنه حي واحد حي القادسية يمكن نسبة 98% تم رفع تجاوزات، والعمل مستمر بزات كافة تجاوزات هاي اللي يعارض شوارع والتبليط. اما تجاوزات مثلا على بعض المناطق الخضراء موجوده، طبعا موجوده عوائل قاعده وعندنا تريث من رئيس وزراء يعني ازاله التجاوزات هاي والعمل مستمر يعني بايجاد البديل، وان شاء الله على بعد اكمال التبليط نوفر لهم بديل وان شاء الله يتم رفع كافه التجاوزات. عندكم يعني بما انه منطقه كبيره واكو عشوائيات؟ اي نعم اكو؟ اي نعم اكو عشوائيات. شو تعاملتوا يعني؟ صدر قرار 320 سنة 22 بتمليك المتجاوزين على الأراضي الزراعية ضمن ضوابط وشروط محددة، وقامت بلديتنا بجرد كافة المتجاوزين. هاي 2019 يمكن أعتقد 2022 سنة 22 اللي فتحوا باب التقديم 320 قانون 320 سنة 22 وتم جرد المتجاوزين ووضع خطة لإكمال أعمال اعداد تصاميم القطاعيه واكمال اعمال تم تمليك. وصلتوا لهم خدمات؟ خدمات لا، ما بعد ما قدمنا خدمات، لان هي بعد عن التصاميم القطاعيه بعد ما مصادقه، من تكمل تصادق التصاميم القطاعيه احنا يعني هي ضمن حدود البلديه لكن غير مستملكه الاراضي مالتها، فاحنا ما يعني ترجع عودتها الماليه للماليه. نعم تمام. شلون راح تحلون قضيه الماليه؟ احنا قاطعين شوط كبير في نقل الملكيه الى بلديتنا، وان شاء الله بالايام القادمه القليله يتم نقل الملكيه وصولهم املاك البلديه. هذا راح احنا على سؤال ثاني استاذ اسماعيل. اكو بعض البساتين هي مالتهم لكن بنوا بيها، شو تتعاملون بها؟ اللي داخل حدود البلديه احنا ممنوع البناء داخل حدود البلديه، خارج حدود البلديه مهمه مديريه الناحيه، احنا داخل حدود البلديه يتم تنسيق مع القوات الامنيه وممنوع البستان خط احمر يعني بستان يعني سمعتكم بستان مبني؟ وعندنا بستان ببعض يعني داخل حدود البلديه يعني تم بتجاوز وتم ببناء يعني هاي حسب قرار 320 وبس تم ايقاف البناء بالبقيه. جيد، عندكم مساحات خضراء يعني عملتوا على حدائق متنزهات ولو هي ما شاء الله هي ربيع على قولتهن، لكن اكو مناطق خضراء مثل المتنزهات حدائق؟ ايه طبعا احنا الاعمال من يكمل اعمال تبليط تم انشاء الكثير من الحدائق في كل احياء السكنيه وعندنا تم انشاء مشاتل داخل البلديه لرفض هذه الحدائق وكذلك القضاء على التصحر. وكل سنه نوضع خطه يعني صيفيه وربيعيه لغرض الاكثار من المزروعات والمناطق الخضراء، واحنا يعني مشاريعنا تبليط كملت عندنا مشاريع بعد بس حدائق نموذجيه ان شاء الله في طور المصادق عندنا حدائق نموذجيه شبه غابه راح نسويها والحمد لله والشكر. جميل، اكو عندكم مشاريع مستقبليه؟ احنا اعمال تبليط كملت ان شاء الله، عندنا حي الحسين وحي النور وحي دور النفط، هاي معامل الافراز مالتها كانت يعني مختفيه، احنا باشرنا بعاده معامل الافراز وتم انجاز عمل يعني خلال الايام الماضيه تم انجاز العمل، وان شاء الله يعني ما عندنا بس ورا ما تكمل البنى التحتيه نقوم باعداد الكشوفات الفنيه التخمينيه لغرض ادخالها ضمن اعمال التبليط. ممتاز. هنا اذا انا مثلا كمواطن مهله لطيفيه عندي قطعه ارض اريد ابني،
شنو الاجراءات؟ اخذ اجازه؟ اكو بها قرض؟ شلون يعني؟ احنا نمنح اجازه البناء، طبعا يقدم على اجازه بناء، القرض يعني مو يمنع القرض، بس هو القرض ما يمشي القرض الا اذا ماكو اجازه بناء، فاحنا يقدم اجازه بناء، تكمل اجازه البناء مالتنا احنا بيوم او بيومين تكمل اجازه البناء. اها جيد. شنو المطلوب مني انا اجيب لك اياه حتى اسوي اجازه بناء؟ سند يرقم سند يعني حديث 23 يسموه له 25 25 سند حديث يعني مو سند قديم، سند حديث وبعض الاوراق تمليها، تروح دوار الماء والمجاري والضريبه وال ايش تاخذون بالله من عنده؟ ناخذ رسم تبليط، احنا ناخذ الاحيان مبلطه مو هاي اجازه بناء تخبيها تفاصيل هواي، احنا رسم التبليط ناخذ رسم تبليط من عنده، واذا عنده مخالفه ايش قد احكي ايش قد؟ مو كل حسب واجهه الشارع، حسب واجهه البيت وحسب عرض الشارع وحسب البيت ركن لو مو ركن، هاي يعني تدخل علاقات بها لو قانون. لا 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 قانون ماكو، اي قانون ما بيكون معادله، ما بيها اي مجال، ما بيها اي مجال معادله، على المعادله ما بيها اي مجال، وصل رسمي يقطع بوصل رسمي. طبعا احنا بعض الضعاف النفوس يعني يشتغل كتعقيب او كذا ويقول احنا المواطن دائما نوصل بالمواطن، وعندنا لافتات يعني في تعريفيه انه اي مبلغ يندفع لازم بوصل رسمي في اي دائره بوصل رسمي، اذا كان بوصل غير رسمي فهذا يدخل ضمن ناس ضعاف النفوس بوصل رسمي. بس تتراوح يعني جاس البناء كشيء تخميني يعني من 500,000 الى 1,500,000 دينار. اذا عنده مخالفه طبعا اكثر، يعني مخالفه مدير ناحيه يقرها، مخالفه برابطه دارين بصوره غير رسميه، الغرامة القانون يا ما مليون يا ما مليونين يا ما 3 ملايين حسب يعني تجاري وسكني و... هاي غير غرامة ورسم تبليط، رسم تبليط معادلة وهي ما تقبل نقاش عن معادلة، واحد زائد واحد يساوي 2. جيد. زين أنا مثلا بنيت البيت وتجاوزت شوية على الشارع العام أو طلعت كابينة أو خليت دكانة أو أي شيء تجاوزت، شنو عقوبتي؟ نفلش التجاوز، نزيد التجاوز بدون تنبيه. إيه طب لا انذار أولي، نوجه انذار أولي وبعد 3 أيام نوجه انذار ثاني وبعد 3 أيام نوجه انذار ثالث ونهائي وبعدها نخاطب مديرية ناحية والقوى الماسكة الأرض ونقوم بإزالة التجاوز. صارت عندكم؟ إيه نعم. شنو نوع التجاوزات كانت؟ احنا كلها متجاوزة أسيجة على شارع العام. أي. كلها أسيجة على شارع العام. المواطن بعض الأحيان يسمع من ما أعرف مين يسمع واقع حال وأنها كانت واقع حال، وبس إحنا بالنهاية نزيل التجاوز وإذا تعذر علينا وتعذر على مدير ناحية نقيم دعوة بالمحكمة لإزالة التجاوز ودفع تعويض. إذا تعذر علينا يعني بعض الأحيان يتعذر علينا إزالة التجاوز لأسباب معينة إحنا نقيم، بس إحنا ما صار عندنا هاي لحد الآن الحمد لله. إحنا نقول ماسكة متعاونة 100% ويانا نقول ماسكة الأرض، طبعا فرقه 17 مشكوره، الفوج الاول والفوج الثاني مشكورين جدا ومرأة الافواج، وكذلك مركز الشرطه اللطيفيه متعاونين بشكل سريع وجدي معنا باسنادنا عند ازاله التجاوزات. يعني انتم تراقبون الناس وتراقبون تجاوزاتهم، انتم من يراقب عملكم؟ راقب عملنا مديريه بلديات بغداد، لجان مفاجئة ولجان دورية بشكل مستمر على كل أعمالنا الإدارية والفنية والمشاريع بشكل مستمر، وكذلك محافظة بغداد لجان فنية مختصة، وكذلك الرقابة المالية، وكذلك مدير الناحية، ما شاء الله، وكذلك المواطن. هسه المواطن يعني صار أسهل ما يراقب أعمال، يعني هسه تصوير فيديو وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وينشر السيد المحافظ مكتبه واعلام مالته مفتوح، ينشر مدير بلديات بغداد مكتبه واعلامه مفتوح، فالشكاوى تقبل من كل جهات الشكاوى. من مسؤولكم هسه؟ يعني انت تقول مدير ناحيه اعلى من مدير بلديه؟ اي طبعا مدير اداريه. اي طبعا مدير ناحيه. طبعا مدير ناحيه وال يعني رئيس وحده اداريه على كل الدوائر هو ضمن ناحيه لطيف. شلون يتعامل وياكم؟ لا ممتاز، مدير ناحيه متعامل بشكل جيد جدا ورجل مشكور، يعني في كل وقت اسناد لنا وقوه لنا. عندكم نثريتهم بلديه اللي إيه نعم. إيه نعم كافيه بالخصوص عملكم يعني كمشاريع ما كمشاريع ماكو بلديه عندها امكانيه تسوي المشاريع هاي، المشاريع يتجاوز مبلغها 2 مليار 3 مليار 5 مليار 10 مليار. احنا لا بلديتنا ضمن يعني تصحيح آليات ضمن إنشاء حدائق مصغرة يعني بجهد ذاتي، نعم عندنا ميزانية كافية. طبعا الميزانية تعتمد، أنا ما تجينا يعني
فلوس من الدولة. يعني يجيكم عمل. احنا وارداتنا عندنا محلات مأجريها عندنا. ها. اي نعم عندنا. عندكم خير من الله. اي نعم اي نعم عندنا مثلا محلات مأجريها عندنا. اجازات بناء تجينا واردات من مخالفات تجينا واردات هاي عندنا رصيد يعني. هذا صندوقي يروح صندوق البلدية مثلا. البلدية ايه. يعني ما يتدخل ب يعني. لا لا لا. محافظة. لا 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 لا, لا, لا البلدية حصرا. يعني صار تمويل ذاتي نقول. نعم تمويل ذاتي. هي تمويل ذاتي. هي تمويل ذاتي. تمويل ذاتي. بلدية تمويل ذاتي نعم. شنو المشاريع اللي بعد على عاتقكم غير هاي؟ احنا المشاريع الضخمة اللي تتجاوز ميزانية ما نقدرها نرفع بها كشوفات الى مديرية بلدية بغداد مصادق عليها ورفعها على محافظة بغداد لغرض حالة نقبة محافظة بغداد. فالاموال تكون محافظة بغداد. يعني مشاريع ضخمة من بلدية ما تقدر. بس انا كتصريح آلية كانشاء متنزه صغير كقرطاسية امور داخل الدائرة. واضح. الياتكم تكفي استاذ اسماعيل؟ والله الاليات ما تكفي. اكو توسع بالناس يعني والاحياء التوسع والاليات يعني احنا هم نطالب يعني تجهيزنا من قبل محافظة بغداد باليات جديدة لان اليات يعني استهلكت يعني موديلات 2008 و2009 و2010 وهاي بشكل يومي فالآليات يعني بعد ما بيها جدوى اقتصادية كثرت عطلاتها احنا يعني نطالب بشراء آليات جديدة وهي موجودة خطة حسب ما علمنا السيد ياسر القريشي مدير بلدية بغداد بوجود خطة لشراء كابسات وتوزيع على مؤسسات البلدية كافة. ممتاز. أكيد عندكم هناك أعمال مشتركة مع دوائر أخرى وخاصة الجهد الحكومي مثل ما تفضلت قبل قليل كان على وجه السرعة قلت المكتب الهندسي براس مكتب رئيس الوزراء اكو الجهد الخدمي الهندسي ايضا دي يسوي اعمال تساعد بلديات بغداد وساعد ايضا بعض المحافظات اكو هناك وجه تعامل احنا بتعديل وتسويه وتنظيف الشارع العام المشروع باشرنا به باشراف مكتب رئيس الوزراء تم اشراك كافه الوزارات وكافه الجهات سواء الكهرباء لاناره الطريق سواء الري لكري الانهر وكري البزول سواء الاتصالات سواء الجيش سواء كل الدوائر وكل الوزارات شاركت بتعديل وتنظيف وتسويه الشارع العام واكتاف الشارع العام طريق زائرين. ممتاز. قبل ان نحدثنا وياك فقط عندي ملاحظات اقدمها للاخوه في الحكومه العراقيه. كنا اعتقد احنا الاسبوع الماضي تحدثنا عن قضيه المطبات الموجوده في شوارع بغداد. انا اليوم راح اتحدثكم فقط عن بغداد بصراحه لان كوني عايش في بغداد وقليل السفر الى المحافظات. انا توقعت بانه اكو استجابه حقيقيه تصير من مكتب رئيس الوزراء من امانه بغداد على قضيه هذه المطبات الموجوده. مطبات مو صناعيه. شوفوا اليابان تسوي مطبات صناعيه حتى ما تعطل سياراتهم ويعطل الدبل للسياره. وتسوي مطبات كونيه ما عندهم اصلا مشكله بالشوارع. احنا لا هي مطبات صار لها سنين متراكمه. يعني انا اتوقع بان هذا الشارع يمكن قبل 2003 فاذا قالوا بلطينه هاي كارثه. اذا اكو مشكله عند المقاول اخفاقات عند الشركات الموجوده اللي اشتغلت هذا العمل. شارع عم والله الناس راح تموت. يعني اللي عنده كسور وجاي يروح الطوارئ يزيد الكسر مالته واللي عنده قلب راح يموت خوفا من المطبات الموجوده وسيارات الاسعاف اللي قاعد تنقل 24 ساعه. اشوف اكو حالات طارئه في مستشفى الطوارئ اللي شيخ زايد ويمه قلبيه ابن النفيس. وهذا شارع كلش مهم. يعني ما شاء الله النواب اعضاء مجالس المحافظه الى مسؤولين وزراء الى وزير الداخليه الى مدير المرور العام كلها تمر على هذا الشارع وما حد ينتبه وما حد يعالجه. الى متى يعالج هذا الشارع؟ بالاضافه اتمنى يكون رئيس الوزراء مسؤولين الكبار يروحون يشوفون قناه الجيش اللي هي وزاره النقل موجوده اللي تحت النفق اللي يطلع على معرض الحبيبيه. ايضا الاسبوع الماضي تحدثت به وراح اظل كل اسبوع اتحدث به الى ان يصحون الجماعه. هذا الشارع مو سووا مجسرات جديده جزاهم الله خير
صارت مجسرات وصار جسورها جوا مجسرات صغار تطلع من المدينة باتجاه شارع فلسطين شوي تخفف الزخم. هذا صحيح ما عندنا مشكلة وجزاكم الله خير الجزاء. لكن ما بعد يجي نفق كل مطبات نفق يعني امتداده طويل كل مطبات موجودة. بالتالي لو تجون بالليل وتشوفون إضاءة السيارات والزخم اللي يتحدث يوصل للمجسر الزخم ما سوينا شيء حتى تصير انسيابية بالحركة. خلنا بلط يا أخي مو يجون يرقعون كل ترقيع وترقيع فاشل ولا أجيب شركة هي يمكن أنا لو أجيب مختصين قبل ينزلها بالقائمة السوداء لا عندها اعتمادية لا عندها رصانة لا عندها أعمال مماثلة سيقوم تحكي بالهندسة أنا مختصاصة بس أسرع وأفهم الواقع. لازم عندها أعمال مماثلة شركة رصينة كون من أقول إسبانية فعلا تجي إسبانية مو شركة ثانوية تجي عراقية مع احترام الشركات العراقية لكن هاي الجهة تابعة الشركة إلها حتى أنطي العمل ويش شو مكان يمشي ليها يا برقع والله كريم. المهم الجهة تستفاد من عدها. عندنا مثل كبير على قضية قناة الجيش اللي استلمتها شركة المقاولين العرب واللي أكبر عملية فساد في محافظة بغداد ما أدري كم تكلفت ما أدري كم مليون دولار. آخر شيء روح شوف قناة الجيش ومشكلته. وهكذا المحافظات هسه عندنا نحكي العاصمة لأن إحنا عيوننا دائما في العاصمة والمسؤولين ما شاء الله كلهم بالعاصمة ما حد يزور محافظات قليل. فالله أعلم شنو من مصايب بالعاصمة بالمحافظات. الحلة أبسط الأشياء من نروح للحلة يم كلية الفنون الجميلة يم المستشفى التركي مشروع صار ليش قد روحانا من هذا الطريق للنجف أزور وكذا صار لسنين والحفريات بعدي ما زالت وما انحلت بعدي. أكو أعمال بس بطيئة جدا. ذاك اليوم أحد الأخوة سوى تنسيقية ومظاهرة بالمشتل يعني تقاطع البلديات كمالية المشتل. هذا المجسر يشتغلونه حلو مجسر كبير يفك اختناق حقيقي هناك بالتقاطع لكن أشوف آليتين تشتغل. هسه أنا مختصاصي لكن ليش التلكو ليش من طلعت تظاهرات واعتصامات قالوا لكم بدأت تشوف عشرات الآليات تشتغل وشوفوا الضوء يشتغلون بالليل يعني إلا بالتظاهرات. عمي لا تلومون العالم من تطلع بالتظاهرات مسؤول ما يمشي إلا بالتظاهرات لا خير بهذا المسؤول. قدموا خدمة حتى تبقون بكراسيكم وهي رسالة موجهة للكل بدون استثناء. بالتالي هذا مو حقك أنت المسؤول. أنت جيت على الكرسي يمكن بالصدفة جيت مثلا بتوسيع من شيء من شخصية معينة أو جهة معينة وممكن أكو شخصيات لا جت بجهودها بشخصيتها بعملها صارت تمتلك هذا المقعد اللي هو شرف الخدمة. أنت ما جاي تتكبر عليه أنت موظف. بالتالي من رئيس الجمهورية إلى أدنى موظف هو موظف لكن الصفة مالته صارت صفة رئيس الجمهور صارت صفة رئيس وزراء صارت صفة رئيس مجلس النواب هكذا. أما الواقع لا أنت موظف. الحل الوحيد لحل كل إشكاليات العراق رفع المخصصات رفع هذه الفوارق الطبقية ما بين المسؤول والموظف الاعتيادي. شنو عضو برلمان أدو خدمة سنة جوازات دبلوماسية إله وأهله وأقربها شنو هاي مو أقربها إله وأهله شنو راتبه يبقى على مدى عمره حماياته ذاك اليوم يلا على ماذا هذا فتاح الشيخ ما شو اسمه فاق الشيخ علي يلا هذاك اليوم قالوا نحجب حماية راتب الحماية مالته هو أصلا ما موجود بالعراق يا حماية. شنو رياور لحد عنده يستلم بالثمانين مليون أو 65 مليون أو 75 مليون هو خارج العراق واستلم سنة واحدة إدارة الدولة. عم يصحوا شيلوا الفوارق الناس خليكم على راسها. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا نعتذر اطلنا عليك استاذ اسماعيل لفته المعموري رئيس مهندسين ومدير بلديه اللطيفيه. شكرا لحضورك شكرا لكل المعلومات. اذا مشاهدينا الكرام نلتقيكم الاسبوع القادم الساعه
والله نسيت، والله نسوني المسؤولي. الساعه 9 مساء يوم السبت القادم نلتقيكم باذن الله تعالى قبل تحيات حزب الحربي. في امان الله.